فحط رحلك عنها إنها بلغت نزوى وطافت بها للمجد أركان. هنالك انزل وقبل تربة نبتت بها الخلافة والإيمان إيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن القرآن كما أنزل، وأن القول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله محمدًا بخير وصلى عليه وحياه بالسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ثم إننا نحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين على أن شرفنا بهذا اللقاء المبارك والاجتماع الطيب في هذا البيت الطاهر الطهور المطهر من بيوت الله وفي روضة من رياض الجنة، مع وجوه نسأل الله بطاعته أن ينضرها، وصدور نسأله بالإسلام أن يشرحها، وقلوب نسأله بالإيمان أن يطمئنها، ونسأله كما جمعنا في الدنيا تحت ظلال طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه تعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعدنا أن تكون لنا سلسلة من اللقاءات تحت عنوان صفحات عمانية، وقد تقدم عندنا الجزء الأول أو الحلقة الأولى من هذه السلسلة التي نسأل الله تعالى أن يتمها علينا بخير وقبول. وقد تكلمنا في ذلكم اللقاء عن مقدمة تتعلق بأهمية دراسة التاريخ العماني والوقوف عليه، ومما قلناه هناك أن التاريخ العماني جزء من تاريخ الإسلام، وليس هو حكر على العمانيين أو للعمانيين وحدهم فقط، بل لكل مسلم صادق الانتماء للإسلام أن يفخر بتاريخ العمانيين. لماذا؟ لأنه بجانب كونه جزء من تاريخ الإسلام لا نبالغ إن قلنا بأنه هو الامتداد الحقيقي لتاريخ الإسلام، وأنه الاستمرار الحقيقي لهدي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، كما سندلل عليه ونبرهن عليه ونثبته بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه اللقاءات. فمذاكرة هذا التاريخ ودراسته أمر هام، وبمعرفة إشراقات صفحات التاريخ العماني تتبين الأضداد، فما يلمع له من أنه هو تاريخ الإسلام وتاريخ الخلفاء الراشدين، ذا الذي يلمع له هذا التلميع من قبل بعض الأقلام، يعرى ويسلخ ببيان تاريخ الإسلام الحقيقي عندما يؤتى لنا بترجمة خليفة يقال لأمير المؤمنين وفي قصوره تعاقر الخمور وتميد الراقصات
وتقارف في دولته ألوان الشرور والمنكرات، ومع ذلك يخلع عليه لقب أمير المؤمنين. هل هذه واجهة حسنة للإسلام؟ وهل من الحسن أن نقدم الإسلام بهذه الصورة إذا كان أمراء المؤمنين يشربون الخمور ويكرعون كؤوسها، ويقتل من يقتل منهم ويلتقط لحمه من كؤوس الخمر؟ أهذه واجهة نفخر بها نحن المسلمين عندما نقدم للعالم تاريخنا؟ هذا التاريخ المظلم المعتم، هذا الذي سطره أنصاره وأولياؤه، ما نحن الذين ننقد عليه ونعيب عليه، ما نحن الذين سطرنا تلك المخازي، الذين يوالون ذلك التاريخ هم الذين سطروا هذه المخازي، والذين يعتبرون تلك الأمم وتلك الدول وأولئك الأمراء أمراء الإسلام وخلفاء الرسول، حاشاه صلى الله عليه وسلم، هم من سجلوا ودونوا وخلدوا تلك المخازي والفضائح. وأنا استعرضت عليكم نتفا من كتاب بأكمله الغناء في قصر الخليفة المأمون، وفيه سرد لقائمة المطربين والمغنين في قصر الخليفة المأمون. أبي مثل هذا يفخر الإسلام؟ هذا جانب يعني مظلم من تاريخ الإسلام يعرى عندما تطلع شمس حقيقة التاريخ الإسلامي الخالص، التاريخ الذي ينبغي أن يمجد وخلد وأن يبرز على أنه هو الامتداد الحقيقي للتاريخ الإسلامي، التاريخ الذي سنستعرض جانبا مباركا ومشرقا منه. وكما قلت أيضا في اللقاء السابق، أنا في لقاءاتي هذه لا أتعرض لكل مفصل من مفاصل التاريخ العماني، وإنما أترك ذلك لأهل المطالعة ولأهل القراءة ولأهل النهمة من شباب الإسلام، لكي يطالعوا ويتصفحوا هذا التاريخ المشرق المجيد، لأن هذه الأمجاد هي أصولكم وأنتم فروعها، ترتوون من منابعها وترشفون من حياضها، لابد أنك تعرف على أي مورد أنت تقف. اللي يجيك المناهج الآن ضعيفة، المناهج الدراسية لا تشبع نهمة الطالب، طالب الحقيقة لا تشبع نهمته أبدا. ذلك طالب العلم عليه أن يكد وأن يبحث وأن ينقب بنفسه وأن يفتش عن تاريخه وعن حياة أسلافه وأجداده. وهذا ما تعرضت له في النصف الأول من الدرس الماضي. وفي النصف الثاني قلت بأن الله جل وعلا قد أكرم العمانيين بكرامات، وخلع عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحفا وهدايا وجوائز سابغات، والحمد لله رب العالمين. وذكرت ولعلكم تذكرون هذا، ولأنني كررته أيضا في محاضرات أخرى بعد تلك المحاضرة، قلت بأن القرآن الكريم نزل بلغتهم، فالله جل وعلا يقول: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلكة أو فاسدين، وهذا بلغة أهل عمان. وكذلك أليس كذلك؟ كذلك قال الله سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والفاتح الحاكم، وهو بلغة أهل عمان، تذكرون هذا أظن. كذلك قوله سبحانه وتعالى: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال: والخمر العنب، وهذا بلغة أهل عمان، أليس كذلك؟ كذلك في السنة النبوية ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل عمان، والحديث من طريق أبي برزة عند مسلم وعن غيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. وفي رواية: إني لأعرف أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم المرضعون أهل عمان. وكذلك قال:
نعم القوم الأزد، طيبة أفواههم، برة أيمانهم، نقية قلوبهم. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأعرف أرضا يقال لها عمان، الحجة منها بحجتين من غيرها. وكذلك ذكرت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كفن بثياب عمانية وأحرم في أثواب عمانية. وابن القيم في زاد المعاد ذكر عن الواقدي أنه قال: وكان إزار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسج عماني. وذكر غيرهم أن من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم أثواب عمانية، وذكر غير هؤلاء كذلك أن من تركة النبي صلى الله عليه وسلم أثواب عمانية. هذا ذكرته ذكرت أكثره في اللقاء الماضي. في هذا اللقاء أود أن أتكلم عن الصحابة العمانيين. الله جل وعلا شرف العمانيين بالصحابة. وقبل أن أذكر هؤلاء أو أسرد هؤلاء الصحابة، أود أن أقف وقفة حول معنى الصحابي، لأن هذه القضية مهمة جدا. يعني من هو الصحابي؟ مشهور أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا الكلام في إجماله، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الكلام من حيث العموم كلام جميل، لكن لا بد فيه من تدقيق. وهو أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات مستقيما على ذلك. من مات على ذلك؟ لأن الذي يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، هو يقصد مات على ذلك، أي مات على الإيمان. والإيمان عند بعض الناس لا يتأثر، ولو كان زاني، ولو كان يشرب الخمر، ولو كان يعق والديه، ولو كان يأكل الربا، هذا الإيمان بهذه الأشياء عند هؤلاء لا يتأثر وعليه. فالصحابي يبقى صحابي ما دام يقول لا إله إلا الله، وإن فعل المنكرات العظام وقتل من قتل وسفك الدماء واستباح المحرمات، فعل المحرمات، يبقى صحابي بناء على قاعدة أن الإيمان لا يضره العصيان. لذلك لا، نحن ما نقول كذا، نقول الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات إيش؟ مات إيش؟ مستقيما على ذلك. وفرق بين مؤمنا فقط وبين مستقيم على الإيمان. الاستقامة ضد الإعوجاج، يمكن يكون نعم يشهد الشهادتين لكنه غير مستقيم على مقتضياتها، هذا ما نسميه صحابي. ولو كان رأى النبي مؤمنا به، ولو كان شهد الشهادتين، لكنه يعني مات على غير استقامة، هذا ما نسميه صحابي، هذا ما نسميه صحابي. وإلا لقلنا بأن قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى أن قال آخر الآيات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يدخل في حتى هذا، لأن من الذين معه، أليس كذلك؟ لأنه قال والذين معه، فهذا داخل في ذلك. لا، وإن وعشان ما يكون كلامي هذا مرتجلا، خذ الدليل من القرآن. الله تعالى يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا ما قرآن، ذا القرآن كلام ربي. قال: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني من حرفوا
أولئك هم المفلحون. فلو جاك واحد يقول لك مثلا فلان، يعني مثلا هل معاوية بناء على هذا التأصيل هذا، هل معاوية بن أبي سفيان بناء على ما ذكرنا من أنه هذا الرجل استباح بيع الخمر في إمارته، بل قبل ذلك استباح سفك دماء المسلمين منهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام على الخليفة خليفة الإسلام بإجماع المسلمين علي بن أبي طالب، هل هذا يعتبر صحابي؟ بناء يعتبر صحابي؟ لا، لم يعتبر صحابي بناء على هذا الأصل، بناء على هذا التأصيل لا يعتبر صحابي. وكذلك كل من مات على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لقيه وشهد الشهادتين في حياته وحضرته لا يعتبر صحابي. وعند الطبراني عن معاذ أو عبادة أنه قيل له هنيئا لك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، أصحابه من ماتوا على ما مات عليه. وهذا الكلام، هذا الكلام من معاذ أو عبادة، وإن كان في إسناده عند متتبعي الأسانيد كلام، لكن هذا الكلام يتفق مع القرآن، الآية التي ذكرتها يتفق معها اتفاقا تاما. ولذلك لا يلتفت بعد ذلك إلى هل ثبت، هل صح إسناده ولا ما صح إسناده، لأنه ما يلزم من قبول الراوي رد المروي، ولا يلزم من رد الراوي رد المروي كما هو متقرر حتى عند المحدثين. فهذا إن علم من ناحية الإسناد موافقة المتن للقرآن الكريم يقضي بقبوله. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن هم من لقوه وماتوا من لقوه مؤمنين وماتوا مستقيمين، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الصحابة. وهذا الكلام يعني يتفق مع ما ذهب إليه بعض الأصوليين كالآمدي وغيره من أن العام حجته على كل فرد من أفراده قطعية. قالوا مثلا، يعني لو قلت مثلا نعم العشيرة الفلانية أهلها أهل كرم وفضل، عند بعض العلماء قال هذا المدح وإن كان عام يستغرق، يعني يشمل كل واحد من أفراد العشيرة المعنية. بعض العلماء قال، لكن بعض العلماء قال لا، هذا كلام عام يراد به الأغلبية، لكنه لا يلزم منه أن يكون يشمل كل فرد من أفرادهم. يعني مثل لما قال صلى الله عليه وسلم لو أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك، هل يلزم هذا أن يشمل كل فرد من أفراد أهل عمان؟ لا، ما صحيح، ما يلزم أن يشمل كل فرد من أفرادهم، ما يلزم، لكن هذا يشمل الأغلب، لا يمكن إخراج الأغلبية منه، لا يمكن إخراج الأغلبية، وإنما يخرج من لا عبرة به لقلتهم، يخرج من لا عبرة بهم لقلتهم. كذلك لما يثني الله تعالى في القرآن الكريم على الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على الصحابة، لما يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هذا مدح عام للصحابة الكرام. أن لو قلنا يستغرق كل فرد من أفرادهم فإنه ولا ريب يخرج من لم يكن من الصحابة على الأصل الذي ذكرناه يخرج. وعلى قول القائلين بأن العموم لا يشمل كل فرد من أفراده، واضح أنه كلام عام ولا يلزم أن يدخل كل فرد خصوصا الذين حادوا وغيروا. هذا هو الصحابي، لما نمدح الصحابي، هذا الصحابي. ولما تجد في القرآن الكريم ثناء الرب سبحانه وتعالى على الصحابة، وتجد في السنة النبوية ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، لا يجي في بالك أنهم من رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقين بالشهادتين وماتوا ولم يسجدوا لصنم، هذه للصحابة، لا، ما يرد هذا على بالك، لا، وإنما يرد عليك أن الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه ومؤمنين وماتوا مستقيمين. بعض الناس يقول لك طيب أنت الآن تتكلم عن معاوية كتب الوحي، لا بأس، موجود عندنا في آثارنا أنه كتب الوحي، موجود في آثار أئمتنا أنه كتب الوحي، هذا كلام موجود، لكن هل كتابته للوحي تعطيه عصمة عن أن يرتد أو ينقلب على عقبيه؟
ايش تقولوا انتم؟ هل معنى كتب الوحي معنى خلاص معصوم ما يغلط ابدا؟ معصوم؟ لا. هاب انه كتب الوحي، ايش دليلك انه لكونه كتب الوحي ما يغلط ابدا؟ ايش الدليل؟ اذا استدلالك هذا في غير محله، لا يقبل. نحن نتكلم عن رجل اخطا اخطاء صححتها انت، طرقها صحيحه عندك، طرق هذه الاخطاء صحيحه عندك، فبحجة انه كتب الوحي تقول لا ما نطبق عليه الاحكام التي تترتب على ما وقع وقارفا؟ لا، اي قال ذلك؟ فليتضح هذا وليكن منا على بال. الصحابي هذا هو الصحابي الذي نرتضيه ونقول بأن النصوص القرآنية والنصوص النبوية وردت مادحة له، هذا هو الصحابي. فإذا تبين ذلك، هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل عمان أحد؟ هي نعم، لأن أهل عمان أصلا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حب يفوق الحب. هم لما ماز بن غضوبة، طبعا سأتكلم عنه الآن، أسلم جاء يبلغهم دين الله، وصالح بن متوكل معه، ما اكتفوا بأن تترامى إلى أسماعهم أنباء مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اشتاقت نفوسهم لأن تكتحل عيونهم برؤية هذا النبي، فتدفقوا من عمان، تدفقوا لرؤيته صلى الله عليه وسلم، خرجوا إليه عليه الصلاة والسلام وأعلنوا الإسلام بين يديه، جملة منهم من سمي ومنهم من لم يسمى، منهم من ذكر اسمه ومنهم من لم يذكر. المشهور عندنا نحن، المعروف عند العمانيين من وبس، هكذا وبس، شيء غير هذا المشهور عند العمانيين. لكن الواقع أن العمانيين صحب جملة كبيرة جدا يفوقون عد التواتر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الطرائف المضحكات أني اليوم كنت أخطب خطبة هي تدور حول هذا الموضوع، وكنت أذكر فضائل العمانيين وحب النبي صلى الله عليه وسلم العمانيين والمناقب النبوية التي خلعها النبي صلى الله عليه وسلم على العمانيين، وأنا في الطريق اتصل بواحد منهم قال لي ما باقي أبد، يقول ما باقي غير يقول النبي كان عماني، بس هذه باقية، ولا كله جبته، يقول بس كنا يقول كنا احنا جالسين نحرص وننتظرنا تقول صلى الله عليه وسلم كان عماني. الحمد لله ان النبي صلى الله عليه وسلم ترى لو بعث ألو قدر الله بعث في عمان والله لن يهان تلك الإهانات التي لقيها هناك. هذه الناس لما جاءهم رسول يقول هذا اللي نذكر الآن بعد شوية عنه، يقول وفينا لعمر يوم عمر كأنه طريد نفته مذ حجم والسكاسك. رسول الله أعظم بحقه، ما رسول الله، ما رسول الله بنفسه، يقول رسول الله، يعني يقصد عمرو بن العاص، رسول الله أعظم بحقه علينا، ومن لا يعرف الحق هالك، وإنا أناس يأمن الجار وسطنا إذا كان يوما أسود الشمس حالك. كان يقول رسول الله، فكيف برسول الله لو جنوا حسنا كيف بيستقبله؟ فأهل عمان صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرهم وعلى قمة الهرم مازن بن غضوبة الطائي رضوان الله عليه. هذا الرجل ترجم له غير العمانيين، هذه الكتب كلها ولا كتاب فيها عماني أبدا، هذه ولا كتاب عماني، عشان ما يجي واحد يقول طيب العمانيين تراكم تواجد تجيبوا عن أعماركم، لا، هذا كلام كتبه غير العمانيين. هذا الكتاب الذي بين يدي الآن كتاب البداية والنهاية لابن كثير المجلد الأول منه
يقول: وقال أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا عبد الرحمن بن الحسن، حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن عبد الله العماني. في الإسناد عماني، هذه مشكلة في الإسناد عماني، لا بأس ليكم. قال: كان منا رجل يقال له مازن بن هنا تصحيف، مازن بن العضوب أو الغضوب أو ابن الغضوبة، تصحيفات، وأهل مكة أدرى بشعابها. مازن بن غضوبة يسدن صنما بقرية يقال لها سمايا، كذا قال، وهي سمايل من عمان، وكانت تعظمه بنو الصامت وبنو حطامة ومهرة، وهم أخوال مازن، أمه زينب بنت عبد الله ابن ربيعة بن خويص أحد بني نمران. قال مازن: فعترنا يوما عند الصنم عتيرة. إيش هي العتيرة؟ عترنا عتيرة، إيش معنى العتيرة؟ ذبيحة، ذبحنا ذبيحة على الصنم. فسمعت صوتا من الصنم، مازن يقول: فسمعت صوتا من الصنم بعض الناس اللي يحكم عقولهم يقول الصنم يتكلم، الصنم رجس والصنم يتكلم. إن شاء الله، يعني عقلا جائز أن ينطق الله الصنم ولا ما جائز؟ عقلا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا في مكة يسلم علي بالنبوة، حصى، والجذع حن وبكى. صحيح ولا لا؟ صحيح. فأن ينطق الله هذا الحجر مش جائز عقلا أن ينطقه الله. قال رجس، لا هو ترى يسبح الله هذا الحجر. عبدونا، لسان حاله يقول: عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار. هو يعبد الله الحجر ذا، فإن شاء الله أنطقه. وجائز أن يكون الناطق جني من جهة الصنم، يجوز ذلك. فسمعت صوتا من الصنم يقول: يا مازن اسمعت سر، ظهر خير وبطن شر، بعث نبي من مضر، بدين الله أكبر، فدع نحيتا من حجر، تسلم من حر سقر. قال: ففزعت لذلك فزعا شديدا. ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى، فسمعت صوتا من الصنم يقول: أقبل إلي، أقبل، تسمع ما لا تجهل، هذا نبي مرسل جاء بحق منزل، فآمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها الجندل. قال مازن: فقلت: إن هذا لعجب، وإن هذا لخير يراد بي. وقدم علينا رجل من الحجاز، فقلت: ما الخبر وراءك؟ فقال: ظهر رجل يقال له أحمد صلى الله عليه وسلم يقول لمن أتاه: أجيب داعي الله. فقلت، يعني مازن يقول: فقلت: هذا نبأ ما سمعت. فثرت إلى الصنم، ثرت، هذه ثرت إلى الصنم، ما ثرت؟ حد من الشرقية هنا؟ ثرت، أهل الشرقية يقول ثرت يعني قمت، يقول ثور يعني قوم، من أيامهم عندهم ثورات هذا الناس ثوار. فثرت إلى الصنم فكسرته جذاذا، وركبت راحلتي حتى قدمت، يقول هذا، يقول مازن رضي الله عنه، حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا له، فشرح الله صدري للإسلام فأسلمت. وقال: كسرت باجر أجذاذا، وكان لنا ربا نطيف به ضلا بتضلالي، فالهاشمي هدانا من ضلالتنا، ولم يكن دينه مني على بالي، يا راكبا
عمرا وإخوتها إني لمن قال ربي باجر قالي تارك يعني وهاجر ليقول ربي باجر إني هاجر له تارك تسمعوها مرة شوف حتى الصحابي يحب الشعر وكان يقول الشعر العمانيا ما شاء الله هو الشعر كسرت باجر أجذاذا وكان لنا ربا نطيف به ضلا بتضلال فالهاشمي هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بالي يا راكبا عمرا وإخوتها إني لمن قال ربي باجر قالي يعني بعمر الصامت وإخوتها حطامة فقلت يا رسول الله مازن يقول يا رسول الله إني امرؤ مولع بالطرب وبالهلوك من النساء وشرب الخمر فألحت علينا السنون فأذهبنا الأموال وأهزلنا السراري وليس لي ولد فادعوا الله أن يذهب عني ما أجد ويأتينا بالحياة ويهب لي ولدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن وبالحرام الحلال وبالحرام الحلال وبالإثم وبالعهر عفة وآته بالحياة وهب له ولدا قال فأذهب الله عني ما أجد وأخصبت عمان وتزوجت 4 حرائر وحفظت شطر القرآن ووهب لي حيان بن مازن وأنشأ يقول إليك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العرج لتشفع لي يا خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم ليغفر لي ذنبي فأرجع بالفلج عن الحسن بن كثير ابن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن جده قال كان أبي أبو كثير رجلا جميلا وسيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مازن من هذا الذي معك هذا من ضمن الكلام الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مازن بن غضوبة والذي لم يذكره ابن كثير في البداية والنهاية ذكر هنا من ذا اللي يتكلم الآن هذا ابن الأثير يروي هذا ابن الأثير في أسد الغابة وقلت ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب قال يا مازن من هذا الذي معك قال هذا غلامي صالح بن المتوكل قال استوصي به خيرا أوصيك به خيرا فتفاعل مازن مع هذا الوصية النبوية تفاعل معها فما أحسن إليه فقد قال فأعتقه عند النبي صلى الله عليه وسلم أنت توصيني به خيرا كأن يقول لا أجد خيرا أعظم من إني أعتق الآن بين يديك شوف الحب العظيم النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال التام الذي لا يعرف التردد ولا التلجلج قال استوصي به خيرا فأعتقه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الصحابة العمان طبعا العمانيون بعد ذلك كما قلت توافدوا حتى نص مازن بن غضوبة هذه ما الزيارة الوحيدة له وإنما زار النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه ثم عاد ثم قومه الذين ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنهم أسلموا ذهب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامه هناك ثم عادوا مرة أخرى ثم انتشر الإسلام بعد ذلك في العمانيين يقول ابن سعد في طبقاته المجلد الأول يقول هنا بوب بابا قال وفد أزد عمان قال ثم رجع الحديث إلى حديث علي بن حرب قالوا أسلم أهل عمان الظاهر من الكلام من أهل عمان كلهم دخلوا الإسلام أسلم أهل عمان فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي ليعلمهم شرائع الإسلام
ويصدق أموالهم. فخرج وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يوم أقولكم أن بعض الصحابة لم يسمون هذا وفد، قال فخرج وفدهم، وفد من العمانيين خرجوا إلى رسول الله لم يتذكر أسماءهم. فخرج وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أسد بن يبرح الطاحي. أسد بن يبرح الطاحي، الآن عندكم مازن بن غضوبة الطاحي، وعندكم من صالح بن المتوكل مولاه، والآن عندكم اسم ثالث اسمه أسد ابن يبرح أو يبرح الطاحي. فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يبعث معهم رجلا يقيم أمرهم. من يومهم يحب العلم والتعلم منذ أن أسلموا، وحب العلم يسري في دمائهم. فسألوه أن يبعث معهم رجلا يقيم أمرهم، ولهم مع العلم قصة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة التي نسأل الله أن يتمها علينا بخير. فقال مخربة العبد واسمه مدرك بن خوط ابعثني إليهم فإن لهم علي منه. شوف أخلاقهم تستبي القلوب سبيا. هذا مخرب العبد لما قال يا رسول الله ابعث إلينا من يعلمنا، قال أنا أروح يا رسول الله، هذا الناس أحسنوا إلي ولهم علي منه ولهم علي فضل، فأبغى أكافيهم على إحسانهم الذي أحسنوا إلي. هذا صحابي، هذا مخرب العبد اللي اسمه مدرك بن خوط، هذا صحابي يقول يا رسول لهم علي منه فأذن لي أن أكافئهم على منتهم التي منوا بها علي. ابعثني إليهم فإن لهم علي منه، أسروني يوم جنون علي. فوجهه معهم إلى عمان، وقدم لعل بعدهم، هنا قال بعضهم لكن صاب لعل تصحيف، وقدم بعدهم بعد هذا الوفد الذي على رأسه من قلنا أسد ابن يبرح، وقدم بعدهم سلمة بن عياذ الأزدي في ناس من قومه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حضر عليه وسلم، هذا سلمة بن عياذ الأزدي مازن بن غضوبة صالح متوكل، وبعدين أسد بن يبرح، الآن من سلمة ابن عياذ الأزدي، احفظوا هؤلاء أصولكم رضوان الله عليهم. في ناس من قومه فسأل، في ناس من قومه، هنا قال وفد قدم وفدهم واضح، وهنا قال ناس من قومه لم يسمهم، سمى بس سلمة بن عياذ، وهناك سمى أسد بن يبرح. في ناس من قومه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعبد وما يدعو إليه، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يجمع كلمتنا وألفتنا. فدعا لهم وأسلم سلمة ومن معه، أسلم سلمة ومن معه. ومن الصحابة العمانيين كذلك عقبة العتك، عقبة العتكي هذا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وفد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد رآه، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في الوفد الذين رافقوا عمرو بن العاص من عمان إلى المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال وفينا وفينا يفيض الوفاء، وفينا تعشش أفراخه، كذاك الوفاء يزين الرجال كما زين العود شمراخه.
وفينا لعمرو وقلنا له وقد نفخ الرأي نفاخه. وفينا وفينا يفيض الوفاء بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقلب من انقلب على عقبيه. يقول نحن أهل الوفاء حينها. وفينا وفينا يفيض الوفاء وفينا تعشش أفراخه. كذاك الوفاء يزين الرجال كما زين العود شمراخه. وكذلك قلت ما ذكر قال ما ذكرته آنفا قال وفينا لعمرو يوم عمرو كأنه طريد نفته من حجر والسكاسك أبوا إلا أن يخرجوا معه رضوان الله عليهم وعليه وعلى في وفد رفيع المستوى على رأسه عبد بن الجلندة اللي هو الحاكم الثاني لعمان. الحاكم الأول من جيفر. وقال وفينا لعمرو يوم عمرو وفينا وفينا لعمرو يوم عمرو كأنه طريد نفته مذحج والسكاسك رسول رسول الله أعظم بحقه علينا ومن لا يعرف الحق هالك. ومن الصحابة العمانيين هذا الآن قلنا عقبة العتكي. عقبة العتكي ومن الصحابة العمانيين يناق العماني كذا اسمه في التراجم. يناق العماني ذكره ابن شاهين في الصحابة وأخرج الدار قطني في غرائب مالك في آخر ترجمة نافع مولى بن عمر من طريق عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن حبيب كاتب مالك قال قدم ما على مالك قوم من أهل عمان وكان فيهم رجل يقال له صدقة بن عطية ابن حماس بن نجبة بن حمار بن يناق وكان يكرمه. فقيل لمالك إن عنده عدة أحاديث يحدث بها فأمرني مالك أن أكتب عنه هذا الحديث وأعرضه عليه فأملى علي قال حدثني أبي عطية سمعت جدي نجبة بن حمار يحدث عن جده يناق أو يناق قال كنت أرعى إبلا لأهلي بادية لنا في الطائف فجاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم تسلموا فأدوا الجزية. فذكر حديثا طويلا وفي آخره أنه وفد على عمر فوجده قد طعن فشهد موته ودفنه. ومن الصحابة صحار العبدي وممن صنف الصحابة العمانيين كذلك عائذ بن سلمة وكعب بن سور وغيرهم من الصحابة الذين تجدون تراجمهم في الإصابة ابن حجر العسقلاني وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم نعيم وفي أسد الغابة كذلك وفي البداية والنهاية لابن كثير وفي طبقات ابن سعد. هؤلاء وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين سموا منهم سمي منهم 33 صحابي أو 32 الذين ذكرت أسماؤهم من الصحابة العمانيين عدا الذين لم يذكروا. الذين لم يذكروا ذكروا أناس ووفد هؤلاء لم تسمى أسماء لكن يزيد عددهم على 30 الذين ذكرت أسماؤهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل عمان. هذا فضل من الله ومنا. هؤلاء جاءوا إلى عمان وما توسلوا الدين وإنما نشروه ونثروه بين العمانيين حتى لم يبق عماني إلا وهو على الإسلام وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأهل عمان كلهم على الإسلام بل عمان كلها مسلمة. عمان كلها مسلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد موته لأن هناك بعض الأقطار وبعض البلدان جاءها الإسلام في عهد عمر أليس كذلك رضوان الله عليه يعني دخلت الإسلام في زمان أبي بكر وبعدهم بعضهم زمان عمر وبعضهم بعد ذلك. أما آل عمان فإنهم أسلموا والنبي صلى الله عليه وسلم يملأ السمع والبصر. فالصحابة هذيلا نشروا الإسلام بل إن أهل عمان من غيرتهم على الإسلام وشدة تمسكهم به أنهم رفضوا مجاورة من لم يدين بما دانوا لأنه كان معهم الفرس
ولم يكونوا مسلمين، فاجتمعوا على عبد وجيفر وقالوا هؤلاء الفرس إما أن يدخلوا فيما دخلنا فيه أو يخرجوا أو القتال بيننا وبينهم. فاجتمع عبد وجلندة بالمرازبة، مرازبة الفرس، وقال لهم هذا ما عرضه عليكم العمانيون، إما إنكم تدخلوا الإسلام أو إنكم تخرجوا من دارهم أو القتال بينكم وبينهم. فأبى الفرس الخروج، قال ما نخرج. فقال العمانيون إذن القتال والاقتتال. فقاتل العمانيون الفرس حتى نصرهم الله عليهم، مصداقا لقوله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. فنصر الله العمانيين على الفرس فأجوهم عن البلاد واستوت عمان للعمانيين خالصة ليس فيها كافر، والحمد لله كلهم كانوا وتعلموا صلاتهم من رسول الله. إذن هذه مفخرة من أعظم المفاخر، أن صلاة العمانيين خذوها من رسول الله مباشرة، ودينهم بل حتى غسل الجنابة مخذنا عند رسول الله، والوضوء خذوا عند رسول الله، لأن جابر بن زيد كما سيأتي عندنا هذا الذي رأى العمانيين تموج قلوبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمع في الإسناد العالي، فخرج من هنا ليتلقى الدين من بيت رسول الله، عاد ما من حواليه، قال ما إن واصلين ما بكتفي بالمسجد، لا ما اكتفى بالمسجد، أخذ دين رسول الله من بيت رسول الله جابر، وراح للسيدة عائشة وجلس معها، قال حدثيني كيف يغتسل رسول الله من الجنابة، كيف صلاة قيام الليل، كيف كان يتوضأ، كيف كان يفعل كذا، كيف كان يفعل كذا، بالتفصيل والدقة كان يسألنا عن تفاصيل حياة النبي وخصوصيات ودقائق أفعاله عليه الصلاة والسلام، حتى فيما لم نؤمر باتباعه فيه، حتى في الأشياء التي لم نؤمر باتباعه صلى الله عليه وسلم فيها هو سأل عنها وتبحث عنها، هذا حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمانيون، قبل أن أقول جابر أقول الصحابة، الصحابة العمانيون انتزعوا الدين من وين؟ من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن ذكر آل رسول الله فالعمانيون على دين آل رسول الله، وإن ذكر أصحاب رسول الله فالعمانيون على دين أصحاب رسول الله، وإن ذكرت أزواج رسول الله على تقدير منهم، لسنا من الآل على قول من قال بذلك، إن قيل بذلك وهو لا نقول به طبعا، نحن ما نقول، نقول يعني على رأس الآل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الآل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أخذ العمانيون دينهم عنهم، وقبل هؤلاء جميعا أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين جاءوا به لعمان، فكان دين العمانيين نسخة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بدلوا تبديل العمانيين نسخة من دين من؟ دين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاك واحد يجال لك، أنا مرة لقاني واحد للأسف الشديد شامي لقيني في ملاوي، قال من أين؟ قلت له من عمان، قال هؤلاء الناس لا أحبهم. هي الشرع ليس، قال ما أحب. قلت له لماذا؟ عن إيش ما تحب العمانيين؟ قال بس، قلت أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا وما ذكر العمان؟ قلت له أنت تفخر بأنك من أهل الشام ولا من أهل اليمن؟ قال من أهل الشام، أنا شامي. قلت له نعم، أنتم منذ أن خرجتم على علي بن أبي طالب ما شافت الأمة خير البر، أنتم اللي خرجتوا على علي بن أبي طالب. فغضب وروح خرج، ابونا ما يجاوب بشيء، غضب وخرج. قلت نعم، يعني هل معنى قولنا عسى اللهم بارك في شامنا ويمننا أنك أنت من ضمنهم ذيل المعجبين؟ وبعدين يقول لواحد اللي احنا مستأجرين العمارة عنده، كان هو هذا الشام يقول وأبي من العلماء، قالوا أبوك دواخ ما كذا؟ قال وفيها إيش يعني؟ يقول ما فيها شيء دواخة، قال هو بس أنا بغى أبين حقيقة يعني، بس ما أنا أقول أبوك يدوخ ما كذا؟ قال أيوة أبو يدوخ. قال الحمد لله رب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك، يعني كل فرد من أفراد الشام، ولا لما قال يعني نعم المرضعون أهل عمان ما يعني كل فرد من أفراد عمان، ينبغي أن يوضع في الاعتبار. لكن نحمد الله، نحمد الله أن العام إن كان أن لو قلنا لا يشمل كل فرد من أفراده ولا يستغرق كل فرد من أفراده وكل جزء من أجزائه، فإن العام
يعني أغلبية المذكورين، يعني أغلبية الغالبية، وأن النادر لا حكم له والشاذ لا حكم له. فهذه منة عظيمة إن نحن أسلمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات رسول الله صلوا وسلموا عليه وهو عن العمانيين راض. بس هذه المفخر العظيمة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن العمانيين راض. أبو سفيان يحكي إن نساء عمانيات، شوف الحب حتى ما في الرجال، حتى النساء أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحببنا دينه. فخرجنا من عمان، نساء عمان، خرجنا من عمان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلنا على عائشة رضوان الله عليها، سألت العمانيات السيدة عائشة عن مسائل في الدين، فقالت سألتهن من أين أنتن، فقلنا نحن من عمان. فقالت عائشة رضي الله عنها: سمعت حبيبي عليه السلام يقول: سيكثر وراد حوضي من أهل عمان. تكبير، ما تخفض بها، زين، رفع، شكرا لله سبحانه وتعالى. الحديث طبعا يروي أبو سفيان، ما سفيان بن حرب، لا، هذا معاذ أبو سفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله القرشي. أبو سفيان يروي هذا عن أزور، وبعد أن ذكر أزور هذا قال: رجل من خيار المسلمين. يعني أبو سفيان يعرفه زين، يعرفه زين. فما يجينا بعدين واحد عاد يجيك واحد قال: من جبتوا ذا؟ قال: راوينا الربيع. أبو سفيان راوينا. قال: أبو سفيان نكرة، مجهول. ومن ذا أزور؟ أزور مجهول. عن إيش مجهول؟ قال: ما ذكره ابن حجر. زين، ابن حجر عليه الصلاة والسلام، ابن حجر إنسان مثل باقي البشر. إذا كان أبو سفيان ما تعرفه احنا عرفناه، وإذا كان أزور لا تعرفونه فأبو سفيان عرفه، وأبو سفيان عندني أوثق من غيره. أفأجهل أزور لأن غيركم، لأنكم جهلتموه؟ أبو سفيان يقول بملء فيه، يقول: أزور رجل من خيار المسلمين. هو اللي يروي الرواية يقول: دخلت نساء. ولعلمكم قاعدوها قاعدة، أن أئمتنا لا يروون إلا عن فقيه، يعني بجانب اشتراط العدالة يشترطون الفقه. يعني لو كان عدل جاهل، لا، هذا ما يروى عنه. عدل صدوق وثبت كذا وحجة يحتج بحفظ وحافظ، لكن ما فقيه، لا، ما يروى عنه. ولذلك الربيع يروي عن من؟ ده الربيع يروي عن أبي عبيدة، الربيع الفقيه يروي عن أبي عبيدة الفقيه، وأبو عبيدة الفقيه يروي عن من؟ عن جابر بن زيد سيد الفقهاء. وهكذا رواتهم عن ضمام وعن حيان الأعرج وعن صالح الدهان، كلهم قامات من قامات الفقه. فلما يروي أبو سفيان عن أزور ويقول بعد ما يكتفي بقوله أنه فقط أزور أعرفه، لا، هو قال: رجل من خيار المسلمين. توفيق أن نسوة من أهل عمان دخلنا على عائشة، عائشة تقول: سمعت حبيبي عليه السلام يقول: يكثر وراد حوضي من أهل عمان. الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله. نقول: ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن العمانيين إيش؟ راض. هذه الشام وهذا الوسام نختم به هذا اللقاء المبارك، سائلين الله جل وعلا أن يفتح علينا فتوح العارفين برحمته، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يسددنا في جميع أمورنا، وأن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لمن والاه، حربا على من عاداه، إنه تعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. يا ناقل العيس من عليا بدية، حيث ليحمد الحائزون المجد قطان، خلف وراءك عزا والمضيرب والدريز والقابل الراسي بها الشان،
وخلِّ إبراء أعلاها وأسفلها حيث القطين ملوك الناس قحطان، وخذ بأوجهها عن ساحتي سمد مياسر الفتح حيث الحي كهلان، ودع وراءك إن غربت أخشبة تجري المجرة فيها وهي سدران، ويا من الدوح والخضراء منتحيا أفنى حلفين حيث السوح جرنان، واعمد إلى الجوف واستظهر أسافلها أرض اليعامر أهل الفضل أوطان، وافرق بها البيد حتى تستبين لها فرق على بيضة الإسلام عنوان، فإن تيامنت الحوراء شاخصة لها مع السحب أكناف وأحضان، فحط رحلك عنها إنها بلغت نزوى وطافت بها للمجد أركان، هنالك انزل وقبل تربة نبتت بها الخلافة والإيمان إيمان، أنزل على عرصات كلها قدس للحق فيهن أزهار وأفنان، أنزل على عذبات النور حيث حوت أئمة الدين قيعان وظهران، أنزل على عذبات النور حيث حوت أئمة الدين قيعان وظهران، هنالك انزل وقبل تربة نبتت بها الخلافة والإيمان إيمان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.